يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثامنه والسبعون بعد المئتين يا امام شوقي يا اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع. المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون. والقادمون في انتظارهم مستقبلون. معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ. وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوفنك لو حزن أسود يظل طول الطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز علي, عزيز علي, علي يا إمام، عزيز, عزيز علي، عزيز علي أن أجاب دونك وأنا غاه، عزيز علي ان اجاب دونك وانا أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكار جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الرابع والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وصل بنا الحديث في الحلقه الماضيه ان حدثتكم عن ارضنا وماذا يجري عليها عرضت مجموعة ليست قليلة من الفيديوهات التي تشكل وثائق واضحة تحدثنا عن واقع عالمنا الذي نعيش فيه قطعا ما عرضته الفيديوات يمثل جانبا يسيرا مما عليه الواقع فارق كبير بين ان يكون بيتك مجاورا للبركان حين ان ينفجر وبين ان ترى لقطات وجيزه عبر الفيديو وعبر شاشه التلفزيون فارق كبير مثلما يقال: لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. ما يجري على أرض الواقع شيء، وما تنقله وسائل الإعلام شيء آخر، إنها ظلال الحقيقة. الحقيقة على أرض الواقع شيء وما ينقل في الاعلام شيء باهت وباهت جدا بالقياس الى شده اللوعه وشده المراره التي تجري على ارض الواقع على اي حال انني عرضت لكم مشاهد عن الفقر، أزمة الغذاء، المجاعات، مشكلة الحيوانات المنوية عند رجال الأرض، انقراض النباتات مشاكل الزراعه انقراض الحشرات انقراض الحيوانات وبارقام مذهله المناخ وما ادراك ما المناخ الخسائر الماليه الى ان وصلت معكم الى الفاجعه الكبيره التي عنوانها الكوارث الطبيعيه كل هذا عرضته بين ايديكم وبقي الكثير هناك الكثير من العناوين التي ما وضعت يدي عليها لضيق الوقت فما عرضته لكم كان امثله ما عرضته لكم في الحقيقه هو الذي يعرض على خشبه المسرح اتحدث عن مسرح الحياه اتحدث عن مسرح كوكبنا هذا ونحن المشاهدون نحن جمهور ذلك المسرح في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان نكون نحن الذين تجري علينا مجريات المسرحية قد نكون من أبطالها وقد نكون على حاشيتها على هامشها فما مر الحديث عنه في الحلقه الماضيه هو الذي يتحرك على خشبه المسرح في هذه الحلقه اريد ان ادخل معكم الى كواليس المسرح حديث طويل مفصل عند الحكومات في وسائل الاعلام في المراكز العلميه والبحثيه وهنا مربط الفرس فأكثر الكلام يأتينا من هنا من المراكز العلمية والبحثية هناك حديث مفصل عن الأسباب التي جعلت أرضنا بهذه الحالة وجعلت عالمنا بهذا الواقع الذي نعيش جانبا منه ونشاهد جانبا اخر فنحن لا نستطيع ان نعيش في كل جوانبه نعيش في جانب ونشاهد جانبا اخر الحديث عن الاسباب حديث متشعب ولا بد ان نوضح نقطه مهمه للغايه في فهم الذي يجري في حياتنا ويجري حولنا النقطه المهمه اذا ما تصورنا ان سببا واحدا من الاسباب التي يتحدث عنها المتحدثون هو هذا الذي فعل ما فعل بنا اتحدث عن الاسباب التي يمكن ان تدرس ويمكن لعلماء الارض ان يسلطوا الضوء عليها لا نستطيع ان نرجع الامر الى سبب واحد انها شبكة من الأسباب يتصل بعضها بالبعض الآخر إنها شبكة على طبقات من الأسباب والأسباب ما كلها بدرجة واحدة من الشدة والقوة هناك أسباب مباشرة هناك اسباب غير مباشرة. هناك اسباب قوية جدا، وهناك اسباب ضعيفة جدا. هناك اسباب متواصلة، وهناك اسباب متقطعة. إنها شبكة معقدة من الأسباب. وعلى طبقات ليست في طبقة واحدة أضرب لكم مثالا وبعد ذلك أعود إلى صلب موضوعي في أيامنا هذه الناس يلبسون الكمامة إذا أردنا أن نبحث في الأسباب التي تجعل الناس يلبسون الكمامة على وجوههم هناك من يلبس الكمامه للخلاص من العدوى هذا هو السبب الذي يدفعه كي يلبس الكمامه الخلاص من العدوى من الجهتين اذا كان هو مصابا فلا يريد أن ينقل العدوى إلى الآخرين وكذلك كي يحمي نفسه ويحمي عائلته حينما يخرج إلى الخارج فلربما من دون كمامة ينتقل الفيروس اليه قد تكون الكمامه حاميه له بدرجه من الدرجات فهو لا يريد ان يعود الى بيته حاملا معه العدوى الى اسرته اذن هناك من الناس يلبسون الكمامه للخلاص من العدوى من الطرفين من قبلهم ومن قبل الآخرين هذا السبب حقيقي وموجود هناك مجموعة أخرى من الناس لا تفكر بموضوع العدوى إنما تريد أن تحافظ على سلامتها وعلى سلامة الاخرين من اسرهم من زملائهم في العمل من الناس جميعا فهناك سبب يدفع هؤلاء الناس حفاظا على سلامتهم وسلامه الاخرين هذه جهه اخرى وهذه طريقه تفكير اخرى تختلف عن السبب الاول للخلاص او للفرار من العدوى صحيح قد تلتقي هذه الاسباب في جهات ولكنها تفترق في جهات اخرى هناك من يلبس الكمامه التزاما بالقانون بقانون الحكومه التي فرضت ذلك مره التزاما بالقانون احتراما له احتراما للقانون ومره خوفا من العقوبه القانونيه هذا سبب وهذا سبب يلبسون الكمامة لأجل القانون ولكن تارة احتراما للقانون وأخرى خوفا من عقوبة القانون هناك من يلبسون الكمامة دفعا للمشاكل للمشاكل مع الحكومة وللمشاكل مع الناس فهم حينما يريدون ان يذهبوا الى شركه الى دائرة لا يريدون ان يسمعوا كلاما من جهه حكوميه او حتى من الناس حينما يستقلون وسائل النقل العامه فدفعا للمشاكل مع الحكومة ومع الناس يلبسون الكمامة هناك من الناس يلبسون الكمامة التزاما دينيا لأن الجهة الدينية التي يتمسكون بتعاليمها فرضت عليهم دينيا ان يلبسوا الكمامه هناك وهناك لكننا اذا اردنا ان ندقق النظر في السبب الرئيسي انه الفيروس الفيروس هو الذي دفع الحكومه ان تقنن القوانين وهو الذي دفع الجهات الدينيه ان تصدر الاحكام الدينيه وهو وهو الفيروس حتى الذين يلبسون الكمامه بملاحظه الفيروس نظرهم واهتمامهم بالفيروس فهم تارة يلبسون الكمامة للخلاص من هذا الفيروس وأخرى خوفا من المرض وآثاره وأخرى خوفا من العواقب المجهولة و, و... و... القائمة طويلة تلاحظون ان قضية بسيطة هو ان يلبس الناس الكمامة تتعدد الاسباب قد تلتقي هذه الاسباب وقد تفترق قد تكون الغاية واحدة في جهة من الجهات لكننا اذا اردنا ان ننظر بدقة لكل هذه الاسباب فانها تشكل شبكة من الاسباب وهذه الشبكة من الاسباب ليست في طبقة واحدة انها عدة طبقات وطبقة تتصل بطبقة اخرى قد تتعانق بعض هذه الاسباب وقد تبتعد يبتعد بعضها عن البعض الاخر المثال اعتقد انه صار واضحا نلبس الكمامه لحزمة من الاسباب والناس يختلفون في فهمهم في تعاملهم مع هذا الموضوع موضوع صغير حينما نتحدث عن اسبابه كل هذا التفصيل قطعا مثلما اقول دائما الامثله تقرب من وجه وتبعد من وجوه المثال الذي ضربته لكم مثال الكمامه مثال يقرب من وجه ولكنه يبعد من وجوه الموضوعات التي طرقتها في الحلقه الماضيه موضوعات معقده متشعبه لكنني جئت بالمثال لاجل الفكره الاجماليه فيه من ان الاسباب تتشكل في شبكه من عده طبقات ان نتصور سببا واحدا في اي موضوع من الموضوعات هذه سذاجه في الفكر وسطحيه في الفهم كوننا وديننا ايضا نحن نتحدث عن التكوين وعن التشريع في التكوين وفي التشريع هناك شبكات من الاسباب شبكات معقده جدا وعلى طبقات تتواصل هذه الطبقات مع بعضها وربما لا تتواصل في بعض حالاتها أو في حيثية من حيثياتها نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابولي قال سالت ابا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فقال يا ابا خالد النور والله, والله الائمه من اهل محمد صلوات الله عليه, صلوات الله عليه, 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 عليه الى يوم القيامه وهم والله نور الله, الله الذي انزل, أنزل وهم والله, والله نور الله في السماوات, في السماوات وفي الارض والله, والله يا ابا خالد, خالد. لنور, لنور الإمام, الامام في قلوب المؤمنين, المؤمنين. انور من الشمس, من الشمس المضيئة, المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم, نورهم عمن يشاء, عم يشاء فتظلم, قلوبهم فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد, خالد, خالد لا, لا يحبنا عبد, عبد ويتولانا, ويتولانا حتى, حتى يطهر, يطهر الله, الله قلبه ولا, ولا يطهر, يطهر الله قلب, قلب عبد, عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا, ويكون سلمًا لنا. فاذا, فإذا كان سلما لنا سلمه سلم الله, الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم, يوم القيامه الاكبر ما يجري على ارضنا من تعقيدات مر الحديث عن بعضها في الحلقه الماضيه حينما نبحث عن الاسباب هناك اسباب كثيره تحدث عنها المختصون بعض تلك الاسباب حقيقيه لقد تاكدوا منها بنحو علمي وبعض تلك الاسباب التي تحدثوا عنها في مستوى الاحتمال لا يملكون دليلا قطعيا عليها قالوا وقالوا وقالوا لكن في نهايه الامر فان السبب هو الانسان انا لا اريد ان اناقش كل ما ذكر على السنه العلماء والسنه المختصين في المجالات التي ترتبط بالموضوعات التي حدثتكم عنها في الحلقه الماضيه لا اريد ان اتحدث وان اناقش وان اورد كل ما قالوا فهذا سيحتاج الى وقت طويل وطويل جدا لكنني اجمل لكم الكلام السبب هو الانسان الانسان هو السبب جشع الانسان طمع الانسان عدم مبالاته بالاخرين دكتاتوريه الانسان سفاهة الإنسان الرغبة في التملك الجامح التي تهيمن على عقل الإنسان وفكره الإنسان هو السبب في هذا الذي يجري على ارضنا في هذا الذي نشاهده يوميا ونسمع عنه يوميا ونعايشه يوميا نعايش بعضه نشاهد بعضه ونسمع بعضه وهكذا والقضيه متصله ليس لها من اخر كما يبدو ما بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد ان رجع اساسه والحكام وكذلك العلماء والحكماء في العالم واهل البحث والتحقيق رجعوا يبحثون عن مشكله الانسان وفي مؤتمر عالمي كبير عقد في ذلك الوقت اجتمع فيه نجوم العالم وكبار العلماء يتحدثون عن مشكله العالم عن مشكله الانسان عن مشكله الحياه هناك من شخص المشكله باسلوب دقيق انه عالم الماده والطاقه انشتاين لقد شخص المشكله في حياه البشر انها الطاقه الطاقه بكل اشكالها فعلا هي هذه المشكله الطاقه بكل اشكالها التوزيع غير العادل للطاقه فهناك طاقه بل انواع من الطاقه مكدسه في جهه معينه من العالم وهناك مساحات واسعه تفتقر الى الطاقه التي تحتاجها التوزيع غير العادل للطاقه الاستعمال غير الصحيح للطاقه انواع الطاقه المناسبه تتكدس في مكان وانواع للطاقه الضاره تتكدس في مكان اخر ليس هناك من عداله في التوزيع ما بين المنافع والاضرار ليس هناك من عداله في توزيع الطاقة بكل أشكالها. هناك جشع جشع عند الحكومات وعند الحكام وعند أصحاب الرساميل الكبيرة جشع عند هؤلاء بشكل مخيف ومرعب. مشكله الانسان هنا في الطاقه هكذا شخصها اينشتاين وهو تشخيص دقيق للغايه كل الاسباب التي يتحدث عنها علماء اليوم فيما يرتبط بمشاكل الارض اذا اردنا ان نعود الى كواليسها وإلى عمقها البعيد إنها الطاقة أينشتاين شخص مشكلة الإنسان في الطاقة مثل ما قلت لكم ومثل ما يقول هو هناك توزيع غير عادل للطاقة وهناك استعمال سيء للطاقه وهناك وهناك الطاقه وشؤونها وتفاصيلها واسرارها في حياه الانسان الحديث عن الطاقه بكل اشكالها عن الطاقه النفطيه وسائر المعادن الاخرى عن الطاقه النوويه وعن الطاقه الكهربائيه وعن الطاقه المائيه وعن الطاقه الهوائيه وعن وعن عن الطاقه بكل اشكالها مشكلتنا اذن في كل الموضوعات التي حدثتكم عنها وفي كل الموضوعات التي لم اجد فسحه كي احدثكم عنها مشاكل حياه الانسان على هذا الكوكب مشاكل حياه الحيوان على هذا الكوكب مشاكل حياه النبات مشاكل الكائنات المجهريه على هذا الكوكب مشاكل الارض محورها الانسان ومشكله الانسان مثلما شخصها اينشتاين الطاقه لما جاء اينشتاين يريد ان يضع حلا لهذه المشكله وضع حلا افتراضيا فقال مشكلة الطاقة هذه تحتاج إلى قانون عادل صالح لتوزيع الطاقة بشكل عادل وللطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الطاقه التي توزع بشكل عادل قانون لتوزيع الطاقه لطريقه استعمالها لكل التفاصيل والشؤون التي ترتبط بالطاقه بكل اشكالها وترتبط بحاجه الانسان لاشكال الطاقه كلها وكيف يتصرف وكيف ينتفع منها وكيف تكون الموازنه ما بين المنافع والاضرار وماذا يترتب على الانسان من امور يجب عليه ان ياخذها بنظر الاعتبار لما يتركه استعمال طاقه من اثار سلبيه في واقع حياتنا اليوميه هذا هو الذي افترضه انشتاين ان يكون هناك قانون واحد يحكم العالم ولكنه رجع فقال وما قيمه هذا القانون الذي لا نستطيع تطبيقه في كل انحاء العالم حددنا المشكله انها الطاقه الحل في تشريع قانون موحد يخلص البشريه من مشاكل الطاقه التي اشرت اليها بالاجمال قبل قليل لكن السؤال هنا ما نفع القانون الذي لا يطبق ولذا فان اينشتاين وجد حلا لهذه المشكله ايضا وجد حلا افتراضيا قال لا بد من حكومه واحده تحكم العالم لا بد من حكومه عادله صالحه واحده تحكم العالم اجمعه كي تستطيع ان تنفذ القانون الموحد الصالح في جميع انحاء العالم كي توزع الطاقه بشكل عادل وكي يتمكن الانسان من مواجهه الاضرار مثلما يستطيع ان يحصل على المنافع ضمن تفاصيل ذلك القانون وضمن متابعه تلك الحكومه الحديث عن قانون واحد صالح للعالم ينظم شؤون الطاقه وشؤون الانسان في التعامل مع الطاقه ولا بد من حكومه عادله صالحه واحده تقوم بتنفيذ ذلك القانون بعداله حينئذ سترتفع هذه المشاكل اقول ان تشخيص اينشتاين ليس دقيقا للغايه صحيح ان مشكله الانسان هي الطاقه المشكله تبدا من هنا وتعود الى هنا الى الطاقه هذا هو الذي نلاحظه بام اعيننا في الذي يجري في عالمنا اليوم اذا اردنا ان نبحث عن جذور المشاكل السياسيه في العالم وعن جذور المشاكل التجاريه في العالم وعن جذور المشاكل الصناعيه وعن جذور مخلفات كل ذلك اتحدث عن مخلفات السياسه وعن مخلفات التجاره وعن مخلفات الصناعه فضلا عن الحروب ومخلفاتها المرعبه كل ذلك يدور في ملعب الطاقه الجميع يدورون حولها ويتحدثون عنها المشاكل والحلول هناك في ملعب الطاقه دقيق جدا كان انشتاين في تشخيصه لمشكله الانسان لكن الحقيقه اذا اردنا ان ننظر اليها بدقه وعمق الطاقه ومشاكل الانسان بخصوصها هي اثر من اثار مشكله الانسان مشكله الانسان ليست في الطاقه الطاقه من اثار مشكله الانسان مشكله الانسان ليست في قانون موحد ينظم شؤون الطاقه على وجه الكره الارضيه مشكله الانسان في عدم وجود حكومه واحده عادله الحكومه الواحده العادله هي التي ستصنع القوانين الصالحه وهي التي ستسعى الى تطبيقها وهي التي ستقوم بتقليل الاضرار الى ابعد حد وهي التي ستحافظ على منافع الطاقه في حياه المجتمعات الانسانيه مشكلتنا اذن هنا مشكلتنا لا في الكوارث الطبيعيه ولا في تقلبات المناخ ولا في الاحتباس الحراري ولا في انتشار الفقر ولا في ازمه الغذاء ولا في انتشار المجاعات ولا 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 مشكلتنا في عدم وجود حكومه واحده عادله تحكم العالم هذه هي المشكله الحقيقيه اذا اردنا ان نبحث في كواليس هذا الموضوع فاننا سنعود الى مشروع الغدير مشروع الغدير مضمونه هو هذا حكومه واحده عادله صالحه تحكم العالم والبرنامج يؤخذ منها خلاصه هذا ما قاله رسول الله في مواثيق بيعه الغدير هذا علي يفهمكم بعدي مثلما قلت لكم انني ساحدثكم حديث الكواليس في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك, الفلك؟ فقال, فقال اختلاف, اختلاف الشيعة, الشيعة بينهم. بينه. وعن, وعن جابر, جابر الجعفي, الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله, صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يخاطب جابرا, جابراً يا جابر, يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما, ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيره والكوفة, والكوفه مشكلتنا حينما تركنا مشروع الغدير نواصب السقيفة أنكروا الغدير جملة وتفصيلا أتحدث عن سقيفة بني ساعدة ونواصب السقيفة الطوسي أنكروا بيعة الغدير عملياً وانما يظهرون ايمانهم بها بحدود لقلقه اللسان حينما يفسرون القران اتحدث عن مراجع حوزه الطوسي حينما يفسرون القران يدوسون على بيعه الغدير باحذيتهم ويفسرون القران وفقا للمنهج العمري حينما يستنبطون عقائدهم يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم ويستنبطون عقائدهم وفقا لمنهج النواصب من الأشاعرة والمعتزلة وحينما يستنبطون الفتاوى والأحكام يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم ويستنبطون ذلك عبر المنهج الشافعي حتى الذين دخلوا في عالم السياسة منهم داسوا على بيعة الغدير بأحذيتهم وذهبوا إلى أحضان حسن البنا وسيد قط لعنة الله عليهما هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي المشكله تبدا من هنا وتنتهي هنا في ساحه الغدير اقرا عليكم بعضا مما جاء في كلام الصديقة الطاهرة حينما زارت نساء المدينة أم الحسن والحسين فماذا قالت لهن حينما سألناها كيف أصبحت يا بنت رسول الله هكذا أجابت أصبحت والله عائفة لدنياكم لا أريدها قالية لرجالكم للذين يقال لهم المهاجرون والأنصار قالية مبغضه لهم متنفره منهم تاركه لهم لا اريدهم اصبحت والله عائفه لدنياكم قاليه لرجالكم لفظتهم بعد ان عجمتهم عجمتهم كالذي يدخل شيئا من الطعام في فمه ولكنه بعد ان يتذوقه يتنفر منه فيسرع في لفظه من فمه في اخراجه في القائه بعيدا عنه لفظتهم بعد أن عجمتهم، عجمتهم أدخلتهم في فمي وتذوقت طعمهم فإذا هو قبيح جدا ولذا فإنني قد لفظتهم أخرجتهم بعيدا عني أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم شنأتهم حكمت عليهم بالشنآن حكمت عليهم بأسوأ ما يمكن أن يكونوا عليه ولذا فانني شناتهم ابغضتهم الى ابعد الحدود اصبحت والله عائفه لدنياكم قاليه لرجالكم لفظتهم بعد ان عجمتهم وشناتهم بعد ان سبرتهم سبرتهم اختبرتهم نزلت الى اعماقهم انني عرفت حقيقتهم كلام واضح وصريح جدا وتستمر في حديثها مع نساء المدينه الى ان تصل الى هذا المحل من كلامها وهي تحدث النساء عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فتقول اذهب الى موطن الحاجه من كلامها صلوات الله عليها والله والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لو تكافوا لو ابتعدوا عن زمام الامه والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله نبذه اي تركه تركه لمن نبذه لعلي والله لو تكافوا لو انهم ابتعدوا عن زمام الامه عن الامامه والخلافه فماذا جرى الذي يجري ان برنامج الغدير هو الذي سيطبق فماذا سيكون والله لو تكافوا كفوا انفسهم وابتعدوا والله لو تكافوا عن زمام انه زمام القياده زمام الامامه والله لو تكافوا لو كفوا انفسهم عن زمام نبذه رسول الله القاه القاه رسول الله لاهله ما الذي جرى لاعتلقه لاعتلقه من الذي يعتلقه أمير المؤمنين رسول الله نبذه للذي سيعتلقه اعتلقه أحبه وتعلق به لماذا؟ لأن الله يريد ذلك مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم خيبر وهو يحدث المسلمين من انه سيعطي الرايه غدا لرجل كرار غير فرار، ما هي اوصافه؟ يحبه الله ورسوله وهو ايضا يحب الله ورسوله هذا الكرار غير الفرار هو هذا والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه لتمسك به محبا اعتلق الشيء احبه شديد الحب لو ان الامه عرفت حالها وعرفت قدر نفسها ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وما فعلت بنفسها ما فعلت حتى ارتدت بعد بيعه سقيفه بني ساعده الامه ارتدت لو ان الامه عرفت قدر نفسها الامه بكاملها لا تستطيع ان تعرف قدر نفسها انما هم كبار القوم كما يقولون عنهم اصحاب الحل والعقد كبار القوم الذين تثق عامه الامه بهم على اي حال لو ان الامه ابعدت نفسها عن هذا المازق الذي وضعت نفسها فيه والله لو تكافوا كفوا انفسهم وكف بعضهم بعضا عن هذا الزمام والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه لاعتلقه الذي نبذ اليه رسول الله بذلك لاعتلقه لاحبه حبا لله ولرسوله لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا السير السجح هو السير الهادئ الناعم السير الذي يقود الى حياه وادعه هادئه مريحه مطمئنه سليمه هذا هو السير السجح الذي تتحدث عنه الصديقه الكبرى ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه ولأوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا واعلانا قد تحير بهم الري عبارات بليغة الزهراء قاصدة عامدة أن تتحدث عن الموضوع بهذه البلاغة وبهذه الصور الأدبية وهي كانت في غاية المرض وفي غاية الألم لقد جرى ما جرى عليها بين الباب والجدار وجرى ما جرى عليها من آلام إسقاط محسن فضلا عن حزنها الطويل على رسول الله صلى الله عليه واله ومع ذلك فهي تتحدث قاصدة عامدة أن تتكلم بهذه البلاغة وبهذه الصور الأدبية عن مشروع الغدير كي تلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع الذي تتحدث عنه وكي تدفعنا أن نبحث عن بلاغة كلامها وأن نتدبر في طوايا حديثها ولسار بهم سيرا سجحا سيرا لينا هادئا ناعما مريحا لا يكلم خشاشه الخشاش الخشبه التي توضع في انف البعير لاجل ان يربط بها زمام البعير والذي يكون رؤوفا ببعيره يبحث عن خشب املس عن خشب صقيل لان الخشبه هذه ستتحرك حينما يمسك صاحب البعير بزمام البعير فإذا كانت معوجة خشنة فيها شيء من الحراشف والنتوءات ستمزق وستدمي أنف الجمال لكن الذي يرعى جمله ويكون رؤوفا به يبحث عن خشبة ملساء عن خشبة ليس فيها من نتوء حتى لا يؤذي جمله حينما يمسك بزمامه ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه حتى حينما يقنن القوانين ويفرض ما يريد ان يفرض عليهم لانه هو الحاكم فانه يفعل ذلك بلين يفعل ذلك برحمه ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره لا يكل لا يصاب الناس بالملل ولا يصاب الناس بالتعب لا يسامون من حاكمهم ومن حكومته ومن عدالته هذا هو برنامج الغدير ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه والراكب الذي يركب على ذلك الجمل لا يتعتع لن يكون منزعجا لن يكون قلقا لما يجري حوله في واقع حياته اليوميه من قبل الحاكم ومن قبل القوانين ولأوردهم منهلا المنهل المكان الذي يرد اليه الواردون كي يشربوا كي ياخذوا من الماء لمنافعهم ومصالحهم ولأوردهم منهلا نميرا الماء النمير هو الماء العذب الصافي النافع الذي ينتفع منه الناس في امورهم وشؤونهم وتفاصيل حياتهم ولأوردهم منهلا نميرا فضفاضا فضفاضا واسعا متدفقا فضفاضا تطفح ضفتاه ضفه ذلك المنهل المنهل قد يكون ساقيه قد يكون غديرا قد يكون نهرا تطفح ضفتاه تطفح بالماء فالماء فضفاض الماء طافح في ذلك المنهل يتدافع جاريا طاهرا نظيفا صافيا ولا يترنق جانبا يترنق يتكدر الماء يجري الماء نظيف وضفاف المنهل هي الاخرى نظيفه طاهره من هنا لا يترنق لا يتكدر الماء في جانبي المنهل ولا يترنق جانبه ولا اصدرهم بطانا اصدرهم بطانا اصدرهم بعد ان وردوا بعد ان شربوا من ذلك المنهل واكتفوا حتى امتلات بطونهم أصدرهم بطانا أصدرهم بعد أن وردوا إلى ذلك المنهل فهناك ورود وهناك صدور، الصدور بعد الورود ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا هو لا يضحك عليهم في الإعلام فقط حتى في سره هو مخلص لهم هو ناصح لهم لا ان تكون المخططات في الاعلان امام الناس لصالح الناس وفي السر لمصالحه الشخصيه هذا الحاكم وهذه الحكومه وفقا لمشروع الغدير ناصحه لهم في السر والعلن ونصح لهم سرا واعلانا قد تحير بهم الري تحير بهم الري لقد ارتووا وليسوا محتاجين لشيء بعد ان ارتووا اما هو هذا حاله غير متحل منه بطائل غير هنا حال هو يقوم بهذا في حال كونه بهذا الوصف غير اذا اردنا ان نعربها هنا انها حال انها حال علي كيف فعل كل ذلك فعل كل ذلك وهو في هذا الحال غير متحل منه بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير متحل منه بطائل هو لم ياخذ منه شيئا كثيرا من هذا المنهل من منافع هذه الحكومه وانما اخذ القليل القليل غير متحل منه بطائل بشيء كثير ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء الغمر هو الكأس الصغير هو يشرب بكأس صغير ولكنه يصدر الأمة بهذا الوصف ولأصدرهم بطانا قد تحير بهم الري تحير بهم الري كان الري قد دار حولهم حار حولهم كان الماء يدور حولهم قد تحير بهم الري غير متحل منه بطائل وانما اخذ القليل منه ولا يحظى من الدنيا بنائل الا بغمر الماء الغمر الكاس الصغير الا بكاس صغير من الماء الا بغمر الماء وردعه شرر الساغب الساغب هو المحتاج المحتاج لطعام المحتاج لشراب فكل ما أخذه أخذ كأسا صغيرا من الماء وأخذ شيئا يردع به شرر الساغب يردع الحاجة الشديدة لطعامه لشرابه كل التعابير اما في افق المجاز والاستعاره او في افق الكنايه انا لا استطيع ان اسلط الضوء على كل الدقائق لان الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب الى الان ما فتحت شيئا من هذه الكتب ولاصدرهم بطانا قد امتلأوا بالماء ونصح لهم سرا واعلانا قد تحير بهم الري احاط بهم الماء من كل جانب اما هو غير متحل منه بطائل لم ياخذ منه شيئا كثيرا ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء بكأس صغير من الماء وردعه شرر الساغب ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب لبان للأمة حينئذ هذا الوصف الذي تحدثت عنه الصديقه الطاهره حينئذ ستتكشف حقائق الناس ولبان لهم الزاهد من الراغب الزاهد في الحكم من الراغب فيه والصادق من الكاذب والصادق في الدين من الكاذب فيه ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض بخلاف ما يجري اليوم في ارضنا بالضبط الذي يجري اليوم في ارضنا يناقض ما جاء في هذه الجمله من كلام الصديقه الكبرى وهي تتحدث عن منافع الامه لو انها التزمت ببرنامج الغدير ببرنامج الحكومه الواحده العادله لهذا العالم ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض اعيد قراءه ما قالته الصديقه الطاهره بنحو سريع. والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه، لاعتلقه الامير، لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا. انما اعدت الضمير الى الامير لان زهراء كانت تتحدث عن الأمير قبل هذه الجمل وما نقم من أبي الحسن وبعد ذلك استمرت في حديثها إلى أن قالت والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه ولا أوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا واعلانا قد تحير بهم الري غير متحل منه بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل الا بغمر الماء وردعه شرر الساغب ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض الى اخر كلامها صلوات الله وسلامه عليها المضمون واضح الخير كل الخير في برنامج الغدير إلا أن الأمة غدرت بالغدير. نواصب سقيفة بني ساعدة غدروا بحسب طريقتهم ونواصب سقيفة بني نجا أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي غدروا ببيعة الغدير أيضا بحسب طريقتهم نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته صار واضحا لدينا بعد البيانات المتقدمه هناك مشكله في عالمنا اثارها واضحه الحلقه الماضيه عرضت فيها ما عرضت من الاثار الخطيره والخطيره جدا لمشكله واقعنا السبب في كل ذلك الانسان انني اجمل الحديث واوجزه ومشكله الانسان ليست في الطاقه كما كان يقول اينشتاين مشكله الانسان ليست في القانون الموحد للتوزيع العادل للطاقه في جميع انحاء العالم مشكله الانسان في عدم وجود حكومه واحده عادله تحكم العالم من الذي وقف حاجزا وقاطعا للطريق امام برنامج الحكومه الواحده العادله التي تحكم العالم الذين غدروا ببرنامج الغدير هناك غدر من قبل نواصب سقيفه بني ساعده وهذا هو الذي جر الويلات علينا جميعا على الذين ينتمون الى امه تقول عن نفسها من انها امه محمد صلى الله عليه واله ونحن في جونا الشيعي جرت علينا حوزه الطوسي الويلات بعد الويلات والى يومنا هذا بسبب اعراضنا عن بيعه الغدير ونقضنا لمواثيق بيعه الغدير. كلام الصديقه الكبرى كان واضحا وكان جليا وكان يشتمل على حقيقه هي هذه التي اريد ان احدثكم عنها. ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع لان التشريع هو انعكاس لعالم التكوين هناك ترابط مفصلي اكيد بين التشريع والتكوين اتحدث عن التشريع الصحيح لا عن اي تشريع التشريع الفاسد يؤدي الى هذا الفساد في التكوين ما هذا الفساد في الجانب التكويني من حياتنا على الارض مرده الى التشريعات الفاسده ان كانت دينيه او كانت دنيويه التشريعات الفاسده هي التي تقود الى هذا الحال الذي نحن عليه في كوكبنا الارض ما تحدثت عنه الصديقه الكبرى تحدثت عن ترابط وثيق ما بين التشريع الصحيح الذي هو تشريع علي والذي بايعنا عليه في بيعه الغدير. هناك ترابط وثيق ما بين التشريع والتكوين. هناك ترابط وثيق ما بين التكوين والتشريع. هذه هي الحقيقة التي كانت تتحدث عنها الصديقة الكبرى منطق القرآن ومنطق معارف العترة الطاهرة يختصر في هذه العبارة الموجزة ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع هذه حقيقه ثابته في ثقافه الكتاب والعتره لا مجال للنقاش فيها هذا المطلب ساسلط الضوء عليه بنحو اكثر في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنني ساحدثكم عن جهه اخرى وهذه الجهه الاخرى ترتبط بنفس هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل عن ابن اذينه قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال أبي الباقر صلوات الله عليه، قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن ام ولد له وهي حيه مخافه ان تدل عليه نحن في زمان غيبه في زمان فتره في زمان هدنه في زمان ستره هكذا وصف محمد وال محمد صلوات الله عليهم زماننا هذا نحن مشدودون عقائديا الى امام زماننا وهذا هو المسار التكويني والمسار التشريعي الصحيح ان نكون مشدودين الى امام زماننا المفترض فينا ان نكون في مقام خدمته خدمتنا لامام زماننا تدور مدار مشروعه العظيم مشروعه المهدوي الاعظم في واقعنا الشيعي هناك مساران مسار التعظيم الذي احدثكم عنه ومسار التقزيم الذي هو مسار المرجئة والبترية والمقصرة انهم مراجع النجف وكربلاء ومن غيرهم هؤلاء هم المرجئة والبترية والمقصرة من مرجعهم الاعلى الى مرجعهم الاسفل لا يضحكون عليكم هؤلاء هم نواصب الشيعة هم مرجئه الشيعة هم بتريه الشيعة هم مقصره الشيعة اعتقد ان المطلب صار واضحا الى حد ما الذي اريد ان احدثكم عن ان احدثكم عن البرنامج الدجالي برنامج دجالي نسبه الى الدجال ستعرفون في نهايه المطاف العلاقه بين حديث عن البرنامج الدجالي وعن الحقيقه التي اشرت اليها قبل قليل حقيقه ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع في نهايه المطاف ستتضح عندكم الصوره الدجال الدجال هو الذي يخفي شيئا ويظهر شيئا اخر بخلافه في لغه العرب الدجال هو الذي يقوم بطلاء الاغشاب هو الذي يقوم بطلاء الاخشاب المعادن البناء يقوم بطلائه بلون ذهبي بماء الذهب الحقيقي او بماء الذهب الذي هو ليس حقيقيا كي يظهر ان هذا المصبوغ بماء الذهب انه ذهب هذا هو الدجال الدجال هي صنعه في لغه العرب الذين يقومون بعمليه طلاء ما ليس من الذهب بماء الذهب كي يظهروا ان هذا من الذهب ليس لبيعه هم لا يريدون ان يخدعوا الناس ببيعهم ما ليس بذهب على انه ذهب ولكن لخداع الذين ينظرون الى هذا المصبوغ بماء الذهب فحينما يقوم مثلا بطلاء كرسي من الخشب من الحديد بماء الذهب يخيل للناظر اليه على انه كرسي من الذهب هذا الذي يجلس عليه فلان وفلان الدجال هو هذا الدجال ايضا يطلقون العرب هذا العنوان على الذي يقوم بطلاء البعير الاجرب بماده القير فيقال لهذا دجال لانه يغطي جرب البعير بماده القير فيظهر لونا اخر للبعير ويخفي لونه الاجرب والعرب كانت تعالج البعير الاجرب بهذا العلاج قد يشفى وقد لا يشفى فتسمي الذي يقوم بطلاء البعير الاجرب بالخير يقولون عنه دجال الدجال هو المموه هو الذي يظهر شيئا ويخفي شيئا بخلافه هذا هو الدجال هذا في لغه العرب اما الدجال في ثقافه العتره الطاهره الدجال عندنا ثلاثه اتحدث عن الدجاجله الكبار والا فان الارض ملاى بالدجالين المؤسسات الدينيه في العالم لكل الاديان اكثر الذين فيها دجالون لانهم يظهرون الدين يموهون به عن شيء يمارسونه ويقومون به بخلاف الدين الذي يظهرونه ايا كان هذا الدين انني اتحدث عن كل المؤسسات الدينيه في العالم ان لم يكن جميع قطانها وجميع اهلها جميع اهل تلك المؤسسات الاعم الاغلب هم من الدجالين يظهرون وجها وهم في الحقيقه على وجه اخر السياسيون في كل العالم دجالون الدجل منتشر في العالم والدجالون كثيرون لكنني أتحدث هنا عن كبار الدجالين عن عظماء الدجاجلة في ثقافة العترة هناك الدجال الأعور الدجال الأعور هو دجال النصارى واليهود. وهناك الدجال الناصبي، انه دجال السقيفة. وهناك الدجال الشيعي، انه دجال حوزة الطوسي، انه دجال النجف. فهناك الدجال الأعوار وهو الدجال النصراني واليهودي وهناك الدجال السقيفي الدجال الناصبي دجال سقيفة بني ساعده وهناك الدجال الشيعي دجال سقيفة بني نجف لا اتحدث هنا عن شخص واحد مرادي حينما اقول الدجال الاعوار انني لا اتحدث عن شخص بعينه هذا برنامج وحضاره قد يكون هناك شخص واحد في زمن الظهور يمثل هذه الحضاره لكنني لا أتحدث عن أشخاص هنا، وحينما قلت: هناك الدجال الناصبي السقيفي، لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن برنامج سقيفة بني ساعده، هذا البرنامج ينتج الدجالين، أسسه دجالون وهو ينتج الدجالين. على طول الخط الى يومنا هذا وهناك الدجال الشيعي لا اتحدث عن شخص بعينه انني اتحدث عن حوزه الطوسي التي اسست سنه اربعمئه وثمانيه واربعين حوزه اسست على الدجال حوزه برنامجها برنامج الدجال حوزة تنتج الدجالين على طول الخط حوزة الطوسي حوزة في واقعها ناصبية لكنها تموه بشيء من التشيع على برنامجها ومنهجها القذر مضمون حوزة النجف مضمون ناصبي صرف لكنهم يموهون عليه بطبقة من دين العترة من حديث العترة الطاهرة وهذا هو الدجال الأخطر الدجال الشيعي هو الدجال الأخطر إذن الدجاجلة ثلاثة الدجال الأعوار دجال النصارى واليهود الدجال السقيفي دجال سقيفة بني ساعدة الدجال الشيعي دجال حوزة النجف إنها حوزة الطوسي هؤلاء هم الدجاجله الكبار. نذهب الى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند ابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا سأحدثكم عن هؤلاء الدجاجلة لأن البرنامج الدجالية هذا هو الذي يقف حاجزا كبيرا امام حركه المشروع المهدوي في الوسط الشيعي سابدا من الدجال الاعوار لا اريد ان اتحدث عن الاهتمام الكبير عند نواصب سقيفه بني ساعده بالدجال وفتنته لا شان لي به لانهم قد ضخموا الموضوع تضخيما لاجل التغطيه على السفياني في زمن الظهور ولأجل التغطية على فضائح خلفاء السقيفة وفضائح الصحابة ومطاعنهم فأرادوا أن يجعلوا السوء محصورا بالدجال الاعوار انا لا اريد ان اخوض في هذه الجهه فهي خارجه عن مضمون حديثي في هذه الحلقات لكنني ساقرا عليكم من كلام امير المؤمنين الذي اورده الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمه أذهب إلى موطن الحاجة من وصف الأمير صلوات الله عليه للدجال الأعور هكذا يقول عينه اليمنى ممسوحة لا عين له ليس له من عين يمنى والعين الأخرى والتي يفترض أن تكون اليسرى والعين الأخرى في جبهته إذا ما هي بيسرى اذن ليس عنده من عين يمنى ولا عنده من عين يسرى وانما عنده عين مفرده في وسط جبهته عينه اليمنى ممسوحه والعين الاخرى في جبهته تضيء كانها كوكب الصبح فيها علقة كانها ممزوجه بالدم فيها علقة فيها قطعة فيها علقة كانها ممزوجه بالدم بين عينيه مكتوب كافر بين عينيه هو اساسا ليس عنده من عينين ولا عنده من عين يمنى ولا عنده من عين يسرى وانما يمتلك عينا واحده في وسط جبهته بين عينيه مكتوب كافر يقراه كل كاتب وامي اذا ما هي بكتابه الأمي لا يقرأ الكتابة هذه التعابير تعابير كنائية هذه التعابير تعابير رمز وإشارة يخوض البحار وتسير معه الشمس الشمس لا تسير مع أحد بين يديه جبل من دخان لا يوجد هناك جبل من دخان الجبل قطعة من الأرض والدخان ما هو بقطعة من الأرض بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يري الناس أنه طعام يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار أقمر الحمار الأقمر هو الحمار الأبيض الشديد البياض خطوة حماره ميل أي حمار هذا تطوى له الارض منهلا منهلا المناهل هي الاماكن التي يستريح فيها المسافرون بسبب توفر الماء نذهب الى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء اول النهار ألا إن الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون تحته حمار اقمر تحته الضمير يعود على الدجال يعود على الدجال الاعور تحته حمار اقمر خطوه حماره ميل تطوى له الارض منهلا منهلا المناهل هي الاماكن التي يتوجه اليها المسافرون اثناء سفرهم هي محطات استراحه في الطريق ما بين المنهل والمنهل مسافه لن تكون قصيره وهذا هو المراد تطوى له الارض منهلا منهلا فهو ينتقل من منهل الى منهل اخر بسرعه خاطفه لا يمر بماء الا غار الى يوم القيامه ينادي باعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والانس والشياطين. يقول: إلي أوليائي أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى إلى أن يقول أمير المؤمنين: ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر، الطيالسة ثياب رجال الدين وثياب الوزراء والحكام وثياب كبار التجار هذا هو المعروف عن معنى الطيالسة الا وان اكثر اتباعه يومئذ اولاد الزنا واصحاب الطيالسة الخضر الى اخره ما جاء في كلام أمير المؤمنين إذا دققنا في كلام سيد الأوصياء فإن الله لم يخلق كائنا بهذه المواصفات حتى هذه اللحظة ليس هناك من كائن بحسب معلوماتنا بحسب معلوماتنا ليس هناك من كائن بهذه المواصفات الى هذه اللحظه وليس هناك من دليل على ان الله سيخلق كائنا بهذه المواصفات هذا الكلام كلام مرموز كلام مشفر في الوقت الذي يقول امير المؤمنين عينه اليمنى ممسوحه اذا اليسرى موجوده والعين الاخرى التي يفترض ان تكون اليسرى ولن تكون يسرى اذا كانت في وسط الجبهه اذن ما معنى ان عينه اليمنى ممسوحه عينه اليمنى تشير الى اليمين واليمين عنوان علي في القران انه عنوان الدين دين الله يا علي انت اصل الدين هذه حضاره مؤسسات دول اتجاه لا علاقه له بدين علي وال علي فالعين اليمنى ممسوحه والعين الاخرى هي اليسرى لا وجود لها هناك عين واحدة في وسط جبهته فهي لا توصف لا باليمنى ولا باليسرى عينه اليمنى ممسوحة والعين الاخرى في جبهته تضيء كانها كوكب الصبح فهل هذه عين عين تضيء كانها كوكب الصبح فيها علقه هل المراد من العلقه هنا قطعه لحم قطعه دم متجمد ما المراد من العلقه فيها علقه العلقه قطعه دم لماذا كانها ممزوجه بالدم ما هي اساسا من الدم لان الامام يريد ان يقول من انني استعمل هذه الالفاظ لا اقصد منها المعنى اللغوي المعنى العرفي المعنى الذي تعودتم على ان تستحضروه في اذهانكم حينما تسمعون هذه الكلمات. نحن حينما نقرا عينه اليمنى ممسوحه هذا يعني ان عينه اليسرى ستكون موجوده ولذا هو الدجال الاعور العور في عينه اليمنى هي ممسوحه. الامام ماذا يقول والعين الاخرى التي يفترض انها اهل اليسرى في جبهته في وسط جبهته حينما يقول في جبهته يعني في وسط جبهته عينه اليمنى ممسوحه والعين الاخرى في جبهته تضيء كانها كوكب الصبح فيها علقة كوكب الصبح قد يطلق على الزهرة على كوكب الزهرة وقد يطلق على غير الزهرة انه الكوكب المشرق الواضح فيها علقة ما هي العلقه قطعة لحم يغلب عليها الدم أو هي قطعة دم متجمد فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه بين عينيه هو لا يملك عينا يمنى ولا عينا يسرى فاين هذا المكان الذي يقال له بين عينيه بين عينيه مكتوب كافر بايه كتابه يقراه كل كاتب وامي الامي لا يعرف القراءه والكتابه فكيف يقرا المكتوبه اذا كان المراد كتابه كهذه التي نعرفها إذا ما هي بالكتابة التي نعرفها؟ يخوض البحار بحسب الألفاظ يخوض البحار بنفسه هل هناك من إنسان يستطيع أن يخوض البحار أن يمشي في البحار يخوض البحار يعني أن يمشي في البحار هل هناك من انسان يستطيع ان يخوض البحار العميقه ان يتحرك فيها برجليه بحيث تصل رجلاه الى اعماق البحار اي كائن هذا يخوض البحار وتسير معه الشمس كيف تسير معه الشمس؟ بين يديه جبل من دخان لا يوجد جبل من دخان وخلفه جبل ابيض يري الناس انه طعام ما هو بطعام يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار اقمر ابيض خطوه حماره ميل اي حمار هذا تطوى له الارض منهلا منهلا لا يمر بماء الا غار الى يوم القيامه هذا يعني انه يستنفذ ويستنفذ الطاقه والمنافع في الارض هذا هو المراد لا يمر بماء الا غار الى يوم القيامه ينادي باعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والانس والشياطين يقول الي اوليائي انا الذي خلق فسوى وقدر فهدى انا ربكم الاعلى الى ان يقول امير المؤمنين الا وان اكثر اتباعه يومئذ اولاد الزنا واصحاب الطيالسة الخضر قلت لكم اصحاب الطيالسة رجال الدين الوزراء والحكام وكبار التجار هؤلاء هم الذين يلبسون الطيالسة امير المؤمنين في الخطبه المعروفه بخطبه البيان يتحدث عن الدجال الاعور فيقول له عين واحده في جبهته كانها الكوكب الزاهر راكب على حمار خطوته مد البصر مد البصر وطوله سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض وطوله طول الدجال وربما طول الحمار لكن الذي يبدو من التعبير حينما ندقق في كل الجمل الحديث عن الدجال نفسه وطوله سبعون ذراعا سبعون ذراعا بذراعي وبأذرعتكم يساوي خمسة وثلاثين مترا وطوله سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله وهو يقول إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فتتبعه يومئذ اولاد الزنا واسوأ الناس من اولاد اليهود والنصارى ما هو هذا دجال النصارى واليهود فتتبعه يومئذ أولاد الزنا وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ثم يسير وبين يديه جبلان جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد هل هناك جبال هكذا؟ جبال من اللحم وجبال من الخبز الثريد وقبل قليل قرأنا في نص آخر هناك جبل من دخان وهناك جبل أبيض يري الناس أنه طعام ما هو بطعام أعود إلى خطبة البيان ثم يسير وبين يديه جبلان جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد فيكون خروجه في زمان قحط شديد ثم يسير الجبلان بين يديه ولا ينقص منه شيء فيعطي كل من اقر له بالربوبيه الى اخر كلام امير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه هذه الاوصاف ما هي باوصاف مخلوق موجود فيما بيننا ولا هي باوصاف بشر كحالنا هذا لهو من أبناء آدم ولهو من الجن ولهو بمخلوق قد خلقه الله تعالى بحسب معلوماتنا هذه رموز وإشارات إلى دول إلى دولة إلى حضارات إلى حضارة إلى اتجاهات في حياة الناس إلى اتجاه معين هذه الحضارة هذه الدولة هذه القوة تمتلك إمكانات هائلة وهائلة جدا من الاخر الدجال الاعور انها حضاره الانسان في يومنا هذا والتي تنتمي اكثر جذورها الى النصارى والى اليهود هذا لا يعني ان المسلمين وسائر الديانات الاخرى ما هم بشركاء في هذه الحضاره لكن التاسيس للنصارى واليهود انها حضاره الانسان هذه الحضاره التي جانب منها لن يكون معارضا للمشروع المهدوي هذا الجانب علينا ان نبحث عنه وان نركزه وان نرسخه لان الامام وصف هذا الجانب بالعين اليمنى الممسوحه وهناك العين الاخرى العين التي تنظر الى الماده والى الطاقه والى الارباح والى السلطه والى التملك والى المتعه والى التحكم بالامم والشعوب انها الحضاره الغالبه الحضارة المنتصرة الحضارة المتفوقة بكل إمكاناتها باقتصادها العظيم وبقدرتها العسكرية الهائلة وبكل ما أوتيت من التقنيات وبوسائل التواصل والمواصلات وبالقدرة الإعلامية التي تتفرد بامتلاكها هذه الرموز تتحدث عن واقع بهذه المواصفات حضاره الانسان التي يمتلكها العالم الغربي وتحديدا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحضارة جزء منها ينتشر في كل أنحاء العالم حتى في البلدان الفقيرة البلدان الفقيرة وكذلك البلدان النامية هناك بلدان فقيره وهناك بلدان ناميه وهناك بلدان استطاعت ان تضع قطارها على السكه هناك بلدان يقال لها بلدان العالم الثالث منها بلدان فقيرة وفقرها مدقع ومنها بلدان نامية تنتشر فيها الدكتاتورية بشكل واضح ومنها بلدان استطاعت أن تضع قطارها على سكة التقدم لا قطارها يحبو شيئا فشيئا وهناك بلدان العالم الثاني وهناك بلدان العالم الاول وحتى بلدان العالم الاول تتقسم الحضاره فيها الحضاره هذه التي يتحدث عنها امير المؤمنين ليست محصوره في مكان معين في بلد معين انها حضاره الانسان ومثلما قلت لكم قبل قليل المشكله هو الانسان ومشكله الانسان فيما ينتجه الانسان ينتج خيرا في اجواء هذه الحضاره انني اتحدث عن خير دنيوي ينتج خيرا دنيويا وينتج شرا عظيما شرا دنيويا واخرويا هذه الحضاره لا تنتج خيرا اخرويا تنتج خيرا دنيويا لكنها في الوقت نفسه تنتج شرا دنيويا وتنتج شرا اخرويا عظيما هائلا مثلما نقول في دعاء ابي حمزه الثمالي خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم ياتيك عنا بعمل قبيح هذا هو واقع حضاره الانسان فيها خير عميم للدنيا خير دنيوي عميم في هذه الحضاره وفيها شر دنيوي عظيم جزء من اثاره ما عرضته عليكم في الفيديوات في الحلقه الماضيه هذا جزء من شر هذه الحضاره من شرها الدنيوي وفيها شر اخروي عظيم وقت الحلقه انتهى لا زال الحديث متواصلا لا تنسوا الدجاجله الكبار ثلاثه دجال النصارى واليهود دجال سقيفه بني ساعده ودجال النجف الدجال الشيعي دجال حوزه الطوسي وهو الاخطر الاقل خطرا دجال النصارى واليهود ما انا الذي اقول محمد وال محمد هم الذين يقولون ستاتينا الروايات والاحاديث في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى نسالكم الدعاء جميعا في امان الله